اهلا بيكم على المنصه. تمام، من اول وجديد. يلا نكمل مع بعض، هناخد الحاجات دي بالتفصيل المهم المهم زي ما قلنا. نبدا اول حاجه مين؟ الكربوهيدرات. انا ما بكتبش كلمه الكربوهيدرات كامله، طويله الصراحه. تمام، بس بكتب حاجه غريبه، اي سي اتش او دي. قال لك ما الكربوهيدرات اختصارها فعلا سي اتش او. الكربوهيدرات دي حاجه كبيره ولا صغيره؟ كبيره، يعني ماكرو مولوكيول، بيولوجيكال ماكرو مولوكيول. الكربوهيدرات عليها امثله كتير، ممكن اقول لك شوجر، ممكن اقول لك مثلا ستارش، ممكن اقول لك جلوكوز، ممكن اقول لك جلايكوجين، ممكن اقول لك حاجات كتيره، بس مشتركين في اللي هعمله دلوقتي. الصيغة الكيميائية للكربوهيدرات CH2O. الكل N. إذا أنا بقول ده، قال لك والله يعني كده كده لازم تلاقي كارن مع اتنين هيدروجين مع واحدة أكسجينة، وكرر بقى على قد ما تقدر. هي دي صيغة الكربوهيدرات بنسبة واحد إلى اثنين إلى واحد وده سؤال. يبقى الكربوهيدرات الصيغة بتاعته إيه؟ CH2O بنسبة واحد لاثنين لواحد، والسؤال ده مش عارف بتنسوا إيه. طب إيه الكربوهيدرات دي؟ إيه الإمبورتانس أو إيه أهميات الكربوهيدرات؟ يلا بينا، عشان أنا أصلاً كلمة كربوهيدرات دي بتستفزني أنا شخصياً. إشمعنى؟ يقول لك بطل تاكل كربوهيدرات عشان ما تتخنش، وبطل مش عارف ايه. كربوهيدرات مهمه جدا. ليه؟ رقم واحد، كربوهيدرات دي هي المسؤوله عن الانرجي، عن الطاقه. لو كفت كربوهيدرات وعايز تخس يقول لك اتحرك عشان تحرقها، لازم تطلع انرجي، لازم تطلع طاقه. فاول حاجه الكربوهيدرات مسؤوله عن انرجي، هي السورس بتاع الانرجي في كل الكائنات الحيه. اذا كل الكائنات الحيه مش للبني ادمين؟ قال لك لا والله. انت عارف لو انت بلانت، يا سبحان الله، لو انت بلانت عندك كربوهيدرات بس اسمها ستارش، وبرضه مسؤوله عن الانرجي جواه. قال لك كمان، طب لو انت بني ادم مش بلانت، لو انت هيومن عندك كربوهيدرات برضه بس اسمها جلوكوز، وبتخزن في جسمك باسم جلايكوجين. اللي انا قلته تاني هو مين اللي بيديني الطاقه يا دكتور؟ مين اللي بيديني الطاقه؟ جلوكوز يا حبيبي. امال مين الجلايكوجين ده؟ قال لك الجلوكوز ما بيتمشاش في جسمك. أنا عندي حاجة اسمها الليفر، تسمعوا بيها؟ الكبد ولا مؤاخذة. وعندي حاجة اسمها المصل، تسمعوا بيها؟ الاتنين دول بيتخزن فيهم حاجة اسمها جلايكوجين. بيفضلوا متخزنين. وانس النبوع واحتاج طاقة، يقوم الجلايكوجين ده يصنع جلوكوز، والجلوكوز ده ان شاء الله هو ده هيديني الانرجي. ماشي، سؤال رخم مش عليكم على فكره، بس هقوله. الطاقه او الجلايكوجين متخزن اكتر في الليفر ولا في المصل؟ بالظبط، الاجابه غلط المعتاده. الاجابه الصح المصل يا بني ادم. ليه بقى؟ رغم ان نسبته في المصل 2% والليفر نسبته اعلى بكتير من كده، ولكن انت عندك كام كبد في جسمك؟ هو كبد واحد مثلا وزنه 2 كيلو، بس عندك كام مصل في جسمك؟ وزنهم كام؟ ف 2% في المصل يكسب. هما اللي جواهم جلايكوجين اكتر وجواهم جلوكوز اكتر ومخزنين طاقه. اتكلمنا كده عن اول اهميه للكربوهيدرات،
التانية تاني أهمية للكربوهيدرات اسمها غريب هي البلدنج. بلدنج يعني بتبني الخلايا حمل ولا مؤاخذة. الكربوهيدرات هي اللي بتبني جسمي، هي البيزك كومبوننت اللي بتبني منه. عارفين البلانت اللي تاني مرة؟ يا سبحان الله بيتبني من كربوهيدرات اسمه سيليدونز. مش السليلوز ده كربوهيدرات؟ طلع بيبني البلانت. عارفيني انا بتبني برضو من كربوهيدرات. السيل ممبرين بتاعي بتبني من حاجه اسمها بروتوبلاست، موجوده في السيل ممبرين بتاع جسم. يبقى بيبني تاني اهميه للكربوهيدرات. تمام كده اخذنا عن الكربوهيدرات الصيغه، اخذنا عن الكربوهيدرات الاهميات. يبقى اخذنا كم نقطه عن الكربوهيدرات؟ صيغته واهمياته. ندخل دلوقتي على المولكيولار ستراكشر، تكوينه الكيميائي. تعال اكلمك عن المولكيولار ستراكشر بتاع الكربوهيدرات. دكتور نعم حبيبي ربنا يهديك على صوتك. هو انت مش قلت لنا ان المولكيولار ستراكشر بتاعه CH2O؟ فرق بين صيغه وبين مولكيولار ستراكشر. مولكيولار ستراكشر هو في جسمي مركب ازاي، اما دي صيغته الكيميائيه. انا عايز اعرف في جسمي بيتعمل ازاي. قال لك المولكيولار ستراكشر في جسمك حاجتين، يا يبقى سيمبل تمام يا يبقى معقد. يعني ايه سيمبل؟ حاجات بسيطة أو كومبلكس. يبقى الموليكولار ستراكشر بتاعه كام حاجة؟ حاجتين، سيمبل حاجات بسيطة أو حاجات كومبلكس حاجات معقدة. يعني أكتر من سيمبل ده غالبا وان، كومبلكس ده ممكن يبقى داي. وان ايه وداي ايه؟ بيتقال عليه وان ساكرايت او ضاي ساكرايت. مثلا تراي تترا، ايه الارقام الغريبه دي؟ الارقام دي هنتكلم بيها بعد شويه، هناخدهم رقم رقم، بس نبدا مع بعض. الاول كده قبل ما نبدا مع بعض احب اقول لكم حاجه مهمه. السيمبل الحاجات البسيطه غالبا معموله من كام سكر زي ما انا كاتب؟ 1 سكرات. يا بتتقال 1 يا بتتقال مونو، وانا عشان بحبكم في الاسئله بجيبها لكم مونو. فاما اقول لكم مونو سكرايد تقولوا لي يعني سكر واحد ويعني انه سمبل. يبقى المونو سكرايد كام واحد؟ واحد. طيب لو ربطت مونو مع مونو الاثنين ان شاء الله هيعملوا لك حاجه اسمها ايه؟ داي. يبقى المونو ده السمبل، لما يتحد مع مونو يبقى داي. يبقى ابسط حاجه في الدنيا مين؟ السمبل اللي هي ايه؟ مونو. ربطناها مع مين؟ مع مونو، يعني دي حاجه اسمها ايه؟ داي. صعبه دي؟ لا سهله ودمها خفيف. اقدر اوصل اكتر؟ بكتير. بس لازم نخلي بالنا ان كده كده الصيغه ثابته، كربون بيمسك بالهيدروجين بيمسك بالاكسجين، بس بيني وبينكم في الجسم يبقى الكربون بيرتبط بالاكسجين بيرتبط بمين؟ بالهيدروجين بشكل معين. مين في مين في مين؟ كربون في اكسجين في هيدروجين. عدد الكربونات الرينج بتاعه بيبقى من 3 لـ6. تمام؟ حلو. ايه امثلة المونو صحيح؟ جلوكوز، فركتوز، جلاكتوز، ريبوز، كل دي مونو. واحدة واحدة. يبقى الموليكولار ستراكشر يا سيمبل يا كومبلكس. سيمبل يعني مونو واحد. الواحد ده عبارة عن ايه؟ كربون واكسجين وهيدروجين.
ايه 3 في 6 دي؟ انا لخبطت. لا يا حبيبي، المول وساكرايت يعني سكر واحد، السكر الواحد فيه اكتر من كربونه، من 3 ل 6 كربونات. يعني انت عارف الجلوكوز كام كربونه؟ 6. عارف الريبوز كام كربونه؟ 5. عارف الجليسرولدهايد كام كربونه؟ 3. كلهم مونو سكر ولكن عدد كربوناته كذا. طب والاكسجين والهيدروجين عايزين نجيبهم؟ انا عامل رخم، انا قلت لك ان الجلوكوز 6 كربونات اهو، عايزك تجيب لي الصيغه. انت راجل رخم، بس انا هحط الصيغه العامه CH2O، يبقى 6، الهيدروجين هيبقى 12، الاكسجين هيبقى 6، من غير ما احفظ. وعلى فكره الصيغ مش حفظ، انا بس بفهمك. مونو يعني سكر واحد ويحتوي على اكتر من كربون. طب وداي؟ سكرين. طب تراي؟ هنعيد. هو غالبا اصلا بيجي المونو والداي، ولازم تحفظه الرساله. مونو زي مين؟ جلوكوز، فركتوز، جالاكتوز، رايبوز. جلوكوز، فركتوز، جالاكتوز، رايبوز، دول كلهم مين؟ مونو. تمام، خلصنا المونو، نتكلم شويه عن الداي. الداي كم سكر؟ 2 رابطين مع بعض. طب ما تقول لنا امثله. هقول لك الداي مثلا زي، قول لي مثال. ساكروز. عارفين مين ساكروز ده؟ جلوكوز وفركتوز. الجلوكوز مع الفركتوز كم سكر؟ واحد ولا اثنين؟ اثنين. فبقى مثال من امثله الداي. يبقى الداي عباره عن مين؟ سكرين مع بعض. لو جلوكوز ارتبط مع فركتوز يعملوا لي حاجه اسمها ساكروز. تسمعوا عن داي تاني؟ عايز كمان مثال؟ مثلا هكلمكم عن اللاكتوز. اللاكتوز ده كم حاجه؟ يا سبحان الله، حاجتين. طب اسمهم مين؟ قال لك لا، جلوكوز وجالاكتوز. ايه ده؟ يعني سكرين ارتبطوا مع بعض. دكتور انا سمعت اللاكتوز ده قبل كده، مش ده السكر اللي موجود في اللبن؟ شاطر، هو اللي موجود في لبن الام ومكون من جلوكوز وجالاكتوز. انا بكره الجلوكوز، حشر نفسه في كل حاجه. ايوه حبيبي، ده اساسي غالبا لازم يبقى هو. يبقى السكروز جلوكوز وفركتوز، اللاكتوز جلوكوز وجالاكتوز. طيب في مالتوز، ده اخر مثال، وده 2 جلوكوز مع بعض عادي يتكرر؟ ايوه فيها ايه يا حبيبي، مش باي سكرات سكري؟ مالتوز جلوكوز وجلوكوز. يعني المالتوز ده عباره عن، المالتوز ده عباره عن 2 مع بعض. 2 من مين؟ جلوكوز و جلوكوز. تمام كده الداي ساكرايت خلصت والمونو ساكرايت خلصت. نروح نحل الكويز والاسئله، تمام، عشان نعرف نكمل مع بعض اللي جاي. تمام؟ اوكي نبدا.